إنها ليست بحيرة صناعية، بل هي ساحة لوقوف السيارات وموقف لتجمع سيارات الأجرة وسط مدينة الكوت بمحافظة واسط. سائقو سيارات الأجرة اشتكوا من انقطاع أرزاقهم بسبب تراكم الأمطار والمياه الآسنة في هذه الساحة المخصصة لوقوفهم وعدم دخول المواطنين إليها. يعني ما يصير، يعني ما شفنا بديهم واحد أو من المحافظة أو من غيرها أو من ذول السياسيين اللي يجونا، ماك يعني نضرب معاناتنا ومعاناة الفقير. قال يابا هذا الفقير خطية، وين يروح وين هاي. وعلى الرغم من أن الساحة مخصصة لوقوف السيارات من قبل مجلس المحافظة، إلا أن المجلس أو الدوائر الخدمية ذات العلاقة لم تعمل على صيانتها وسحب المياه منها. والساحة قديمة زين، والساحة هي أصلا يعني وقوف مال السيارات، يعني مو إحنا مسوينها، هي بالمحافظة بالتخطيط مالتها هي ساحة وقوف. خلي يجي رئيس مجلس محافظة أو خلي يجي محافظ، خلي يشوف هاي الحالة، لأن إحنا ما نقدر نتجاوز على الشارع الرئيسي. يمكن ساعة يجينا وزير، ساعة يجينا قائد، ساعة يجينا مرور يطلعنا. سائقو سيارات الأجرة أكدوا أن مشكلتهم بسيطة ولا تحتاج إلى دراسة أو تخصيصات كبرى، في الوقت الذي لم تأتي أي جهة حكومية لمتابعة مشكلتهم التي تفاقمت أمام أنظار السياسيين الذين لا يظهرون إلا في وقت الانتخابات بحسب قولهم. يا أخي أنا ما طالبين ممشي، طالبين سبويس هنا يذبونه، يعني بس بالانتخابات يعرفوننا، يجونا يدقون ببالنا، يعني من تجي الانتخابات يجي يدق ببابك، تعال انطيني صوتك، يوزعون بطانيات وموبايلات. احنا ما نريد لا بطانية ولا موبايل، نريد منهم سبويس يعدلون هذا المكان، ناس على باب الله، ناس أصحاب عوائل. المواطنون أكدوا أن أهمية الساحة لا تكمن بكونها لوقوف سيارات الأجرة فحسب، بل هي تتوسط منطقة سكنية بالإضافة إلى وقوعها في مدخل المحافظة الرئيسي التي يجب أن يظهر بالشكل اللائق. قيم مقام خليجينا ساحة متراكمة بالأوساخ، وساحة يعني ساحة مو حضارية، هي وجهية لمحافظة واسط، يعني اللي يجي غريب يجي هنا يوقف بهاي الساحة، من يجي يلقى هاي الساحة فيعتبر هاي المحافظة كلها وسخة وكلها قذرة. ملف الفساد الحكومي خاصة فيما يتعلق بانعدام الخدمات البلدية تتضح سوءاته أكثر مع كل موجة جديدة من الأمطار التي تؤدي لإغراق الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية كما هو الحال في هذه الساحة.